مرحبا، اسمي ابراهيم الفاسيليتيتر لستارت اب ويكند بغداد. ستارت اب ويكند هو حدث لمده 3 ايام يجتمع به المطورين والمصممين والاشخاص المهتمين برياده الاعمال حتى يبدون مشروعهم الخاص. حالياً ببغداد باليوم الثاني وموجود عندنا أكثر من 14 مشروع وأكثر من 70 شركة. خلينا نروح هسه حالياً للنجف نشوف الستارت اب ويكند نجف شنو هي المشاريع اللي عندهم وش قد عددها. ويا حيدر. أنا حيدر، حنغطي حدث ستارت اب ويكند نجف. يلا ويانا. النجف المرة الثانية يصير بالنجف، تقريبا عدد المشاركين بالأكثر من 70 شخص. حاليا 10 مشاريع يتنافسون عليها الشباب. اشتركت بحدث ستارت اب ويكند نجف لأن كنا نعرف بالنجف دور المرأة مو كلش فعال بريادة الأعمال والمشاريع، لذلك احنا نريد نعزز هذا الشيء من خلال الحدث ستارت اب ويكند نجف ونثبت أن المرأة تقدر أنه تشتغل وتنفذ مشروعها الخاص بها. المشروع هو انه احنا نسوي اي شيء يخطر على بال الشخص على شكل مجسمات، يعني نقدر نسوي دعايات للمطاعم للشركات او نقدر عن تراث العراق انمي كرتون اي شيء نسويه على شكل مجسمات وان شاء الله نفوز وهسه نرجع بغداد. مرحبا، احنا مجموعه شباب مشاركين بستارت اب ويكند بغداد. مشروعنا لليوم اللي هو صيدليتي موجود على الأجهزة الحديثة من الآيفون والأندرويد، إن شاء الله نسوي لكم تطبيق على أندرويد خرافي لأن أنا مبرمج أندرويد. هذا التطبيق راح يوفر لكم سهولة الوصول إلى الصيدليات وكل الأوقات اللي تحتاجوها، يحد من المخاطر وذلك عن طريق التعاون مع صيدلي معتمد. يوفر أيضا سهولة التسويق للصيدليات وكما يوفر خفض من التكاليف.